لما ببقى مشغولة بتمنى الفراغ، ولما يبقى عندي وقت بتنح ومعملش أي حاجة وأتمنى أرجع مشغولة تاني. إيه تفسير ده؟ تفسير ده إن إحنا فاهمين الفراغ بشكل مش صحيح. يعني إيه فاهمين الفراغ بشكل مش صحيح؟ أولاً هو الفراغ ده شيء حقيقي، ولا إحنا اللي بنصنعه عشان إحنا خلينا الفراغ هو اللي بيخلصنا من الضغوط؟ الحقيقة لأ، الفراغ ده وقت عشان أنا أستطيع إن أنا أضيف قيم في حياتي. فأنا لو كنت فاهم كده فالفراغ دوت هيبقى مش موجود. يعني ايه مش موجود؟ انا لو مرتب اموري صح مش هيكون في فراغ، ومش هحتاج لوقت مفهوش عمل عشان افرغ نفسي من الضغوط. بل ان انا اعمل حاجة لطيفة وسهلة خالص، ايه هو؟ ان انا اتخلص من الضغوط دي حتى لو كنت في وسط مشاغلي. ازاي؟ افضل طريقة للتخلص من الضغوط ان انت تعمل الحاجة اللي انت بتحبها. لو عملت الحاجة اللي انت بتحبها هتنام وانت قلبك مليان سعادة. وعشان كده تخلص من الضغوط واعمل الأشياء اللي انت بترضاها وبتحبها، ساعتها هتعيش في سعادة، وساعتها مش هتبقى محتاج ان انت تتناقض في التعامل مع الفراغ. يا رب اجعلنا دايما نكتشف ذواتنا، ونستطيع بهذا الاكتشاف ان احنا نفضل دايما في نور معيتك.